يشارك رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملكا للمملكة المتحدة. وينقل مدبولي خلال المشاركة في مراسم التتويج تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الملك تشارلز الثالث وتمنياته بالخير والازدهار للمملكة المتحدة. انطلقت صباح اليوم امتحانات نهاية العام الدراسي 2022-2023 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بدءا من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي. ووجهت وزارة التربية والتعليم جميع المديريات التعليمية بتعميم تنبيهات على الإدارات والمدارس بعدم منع أي طالب من أداء الامتحان والتيسير على الطلاب وتوفير الهدوء التام لأداء الامتحانات في يسر. أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة وجود مصر خارج قائمة ملاحظات منظمة العمل الدولية في مؤتمر جنيف 2023، بما يعني عدم وجود مصر فيما يعرف إعلاميا بالقائمة السوداء في ملف العمل، مؤكدة أن ذلك يؤكد أن الدولة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح في دعم قضايا العمل والعمال، وأن توجيهات الرئيس السيسي ضمانة لتعزيز علاقات العمل بين أطراف الإنتاج الثلاثة والامتثال لمعايير العمل الدولية. أعلن المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة التجهيز لبدء المرحلة الثانية من أعمال إنشاء العاصمة نهاية العام الجاري، مؤكدا أن المرحلتين الثانية والثالثة تحت التخطيط حاليا. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما يتداول على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن منشورات يستدل منها على تخوف من دخول مصر في موجات وبائية جديدة حذرت منها منظمة الصحة العالمية نتيجة توقف العمل في مختبر للصحة العامة بإحدى دول المنطقة، مؤكدا على أن الوضع الصحي مستقر في مصر ولا توجد أي أمراض وبائية بأي محافظة من محافظات الجمهورية. تواصل وزارة الأوقاف مشروع صك الأضحية، حيث سجل سعر الصك من اللحوم البلدية 4000 جنيه، بينما بلغ سعر صك أضحية اللحوم السودانية 2500 جنيه، بينما بلغ سعر صك الإطعام المتوفر طوال العام 300 جنيه. يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية وجود انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم على الأنحاء كافة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتبلغ درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى اليوم 28 درجة.